عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا بعضنا كسكسي بالدجاج بالحمص والزبيب. باش نحضروا على طريقتي، طريقة تخليه يجيبني برشا. اقعدوا معايا في الفيديو الاخر باش نشوفوا بعضنا طريقة تحضير المقادير. وبالنسبة لأول مرة يزور القناة، ما ينسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد الكل، وأي حاجة نهبطها توصلكم نوتيفيكاسيون. تو ما نطولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقة التحضير. بالنسبه لطريقه تحضير، اول حاجه نشوف بعضنا المكونات. باش نستعمل هنا الدجاج، بالنسبه للدجاج بنستعمل كبسيت، نجم تستعملوا هكا كبسيت والا تستعملوا الزر كيف ما تحبوا. بالنسبه للطماطم احنا بنستعمل 3 ملاعق طماطم، شويه هريسه عربي، كعبه بصل قصيته هكا بالطريقه هذه. عندي هنا ثوم وفلفل احمر شيح، هذا سبق وحضرت معاكم كسكسي بسماسم ويجيب لنا على الاخر بالفلفل هذا. بالنسبه للفلفل نقليه شويه في الزيت، نضيف له شويه من الزيت اللي قليت فيه وشويه ملح وترحيح، حطيت نحاس على القوام هذا يبان على الاخر الكسكسي نتاعنا. هنا بالنسبه للفحات ملح، فلفل اكحل، فلفل احمر، شويه تابل وشويه كركم. وبنستعمل هنا حمص وزبيب، وباش نستعمل قرنفل باش نقليهم. وهنا خذيت الكسكسي باش نضيف عليه شويه ملح وباش نضيف الزيت. هنا بالنسبه للكسكسي استعملت كسكسي باكويت، واستعملت 600 غرام كسكسي. هنا تقريبا على 600 غرام كسكسي 3 ملاعق زيت. نحاول هكا ندخل الزيت بالباهي والملح في الكسكسي باش من بعد الكسكسي تاعي يجي كل كعبه وحدها. هنا بعد ما حطيت الزيت والملح باش نضيف الماء. توا بالنسبه للماء باش نستعمل الماء عادي، ماهوش ماء سخون ماهوش ماء دافي، معناتها ماء عادي. نضيف هكا بشويه بشويه حطيت نحسوا الكسكسي نتاعنا تبلبل به، لازم ما يخلوش شايح وما يكونش معناتها مبلول برشا، معناتها نحسوا هكا تحت يدينا مبلول باش من بعد الكسكسي تاعنا ما يجيش شايح. ومن تو كي يفوروه يفور فيسع. نحاول هكا نحلو هكا بين ايدي باش من بعد الكسكسي تاعنا ميبقاش مكعبر. نخليه تاو يرتاح اقل حاجه، نخلوه مده نص ساعه حطيت يتشرب الماء هذاك اللي حطيناه. هنا حطيت زيت يسخن، اول حاجه باش نقلي فلفل. هنيك تقلو فلفل هكا ملول من بعد الكسكسي تاعكم ما يجيبين على الاخر. باش نخرج تاو الفلفل نتاعنا بعد ما قليته، خليه هكا في بلاجنا باش من بعد نزين بيه الكسكسي نتاعنا. هنا خليت زيت تبرد شويه، معناتها نقصت شويه في الغاز، وباش نحط توا البصل وباش نضيف الدجاج نتاعنا. بالنسبه للبصل ما قصيتوش معناتها جويد، جوست قسمت كعبه البصل على اربعه. نقلي البصل نتاعنا والدجاج شويه وباش نضيف عليهم طماطم الهريسه العربي. ضفت هنا 3 ملاعق طماطم، بالنسبة للملاعق كبار معنتها معبين، وهريسة العربي. وباش نضيف الفحات، أنا استعملت ملح، فلفل أكحل، شوية كركم، فلفل أحمر وتابل. بطبيعته الدجاج معنتها يحب التفويح. نقلي المكونات الكل مع بعضها. باش نضيف هنا هكا شوية ماء باش نحل الطماطم وهريسة العربي، ونكمل نقلي المكونات الكل مع بعضها. بعد ما قليت المكونات مع بعضها باش نضيف الثوم والفلفل الشايح ونكمل نقليهم. هنا بالنسبه للثوم الدجاج يحب التفويح، هذاك علاش باش نستعمله، يبان على الاخر الكسكسي نتاعنا. وفلفل احمر الشايح بالخاص كي نقلوه هكا يعطي نكهه بينا على الاخر في الكسكسي، بالخاص في الكسكسي ولا مقرونه يبان برشا. كي تحبوا خلوا لي في الكومونتير تحت الفيديو. تو ان شاء الله نحضروه مع تمر الفلفل الشايح، هذا نحضروه مع بعضنا. اللي يحب طريقه التحضير نتاعو خلي لي كومونتير تحت الفيديو. واخر حاجه هنا باش نضيف الماء، لازم نضيفه ماء سخون باش نغطيه ونخليه حتى يطيب الدجاج نتاعنا. وهنا حطيت كسكاس باش نفور زبيب. بالنسبه للزبيب غسلته بالباهي بالماء وبعد ضفت له شويه زيت باش من بعد الزبيب تاعكم يجي يلمع ويجي معناتها لونه مزيان. حطوا هكا شويه زيت، مكثروش برشا معناتها مزيت جوست شويه، ونحطو يفور. نغطيه ونحطو يفور في ساعه، يفور في شروح ديجا في ساعه يحضر. وبالنسبة لطريقة تحضير الحمص، عديت هنا ماء باش نحط الحمص نتاعنا، باش نضيف عليه ملح وشوية كركم ونخليه حتى يطيب الحمص نتاعنا. وهنا بعد ما حضر الزبيب باش نحطه هكا في بلا باش نخليها على جنب، وباش نحط في نفس الكسكيز باش نحط الكسكسي يفور.
بالنسبة للكسكسي خليته لمدة نص ساعة، حطيت تشرب معناتها الماء الكل كما تلاحظوا. نحاول هكا نحلو شوية ونحطه في الكسكيس. بعد ما حطيت الكسكسي في الكسكيس باش نحطو توا يفور. بالنسبة لي باش استعملت هنا الكسكسي باكويت، نجدو ما تستعملوا كسكسي العولة كيف ما تحبوا بيان سور، والمتوفر في الدار واللي تحبوه. هنا بعد ما فورت الكسكسي تقريبا خليته مدة 20 دقيقة باش نحط توا الكسكسي متاعنا. هني كي لاحظتوا فيه معناتها بدا هكا كعب، مش كعب هو معناتها جوست بدا لاصق في بعضه شوية، جوست هكا تمسوا هكا مغرفة علوح يتحل بسهولة. باش نضيف له توا الصوص اللي حضرناه، المرقه نتاعنا حطيت هنا هكا كاسكيس باش كيف ما بصل ولا حاجه ما يهبطش. وباش نحط هنا الصوص نتاعنا، هنا حطوا بزايد يشربوا الكل من بعد الكسكسي، ما تخافوش منه، حاولوا حطوا معناتها كميه باهيه. هنا معناتها استعملت 3 ملاعق طماطم على 600 جرام كسكسي. نحركه هكا شويه ونخليه يتشرب الصوص، ومن بعد نعاود نرجع هكاك تقريبا نخليه مده 10 دقائق، ومن بعد نرجع نحركه يشربوا الكل الصوص. وهنا هذا الكسكسي بتاعنا بعد ما خليته تشرب الصوص بالبيهي، هني بالعمل عاودت ضفت له معناتها الصوص شربوا الكل، ما تخافوش منه، ديما حطوا كميه باهيه من الصوص. تو بقى لي كي مش نحط في البلان تاع التقديم. باش نضيف توا الدجاج نتاعنا، باش نحط الدجاج وباش نحط الحمص والزبيب اللي حضرناهم، وباش نزين بقرن الفلفل وصمت كعبيت بيض باش نزين بيهم. وانتم هني بيان سور بالنسبه للتزيين والتقديم تنجموا تقدموا باي طريقه تحبوها، جست هكا عطيتكم فكره، وانتم ديما بيان سور يبقى حسب الذوق. ليسونسيل الكسكسي نتاعنا يجيبني برشا بالحق، جربوه هكا بنفس الطريقه وتفكروني، جيكم بن على بنا ويجي بنين على الاخر ويجي خفيف خفيف بالحق، رسيت ناجحه 100%. نضيف هنا زبيب اللي حضرناه نزين بيه هكا بالطريقه هذه، واش نضيف قرون الفلفل نزين بيهم. واخر حاجه هنا باش نزين بالبيض، كملت صمات البيض وقسمت كل كعبه هكا على 2 باش نزين هكا بالطريقه هذه. شوفوا هنا ما شاء الله بالحق يشهي على الاخر. ان شاء الله يا ربي تكون رسالة التعليم عجبتكم وعجبتكم الطريقه، وكان عجبتكم ما تنسوش تشجعوني وتعملوا جيم على الفيديو وشاركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش. وبسلامه في وصفه جديده ان شاء الله.